نشوف مع بعض استاذ رحاب مقادير الكفته المشويه على السيخ، مقاديرها على الشاشه. صلي على الحبيب قلبك يطيب، حته لحمه ضاني حلو قوي، ومعانا اسياخ خشبيه محطوطه في ميه علشان تقاوم درجه الحراره بتاعت الشوايه، سواء على الفحم سواء في الطاسه سواء على الجريلا. حلو الكلام، حلو الكلام، روق الدنيا كده. ومعانا بصله مفرومه ناعم، ممكن شويه ميه بصل، بهاراتك ملح وفلفل، وما تكتريش حاجات كتيره. ليه يا عم الشيف؟ علشان حته اللحمه طازه. الله الله. ما خدش وقت. عيني عيني. حاضر حاضر ابن حلال. حاضر. شفت الجو ده كده؟ على نار شديده. زي الفل. طيب الكفته مع بعض سريعا كده عشان وقتنا. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ ربنا مبارك. حلو 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 زي الفل. انا معايا طبعا مجهز ومحضر كفته مسيخه وجاهزه زي الفل. هعمل ايه بقى دلوقتي عشان وقتنا؟ لان قالوا لك معاك 3 دقايق. انت يا بختك بقى، مفيش مخرج معاكي ولا تصوير ولا عمير ولا حاجه. ليه؟ في مطبخك انت حر تعملي اللي انت عايزاه. الطاسه دي على النار اهيت، وهشوي اللحمه دي كده. السياخ اللي معانا اهي زي الفل، اللهم صل على النبي اهي. يلا شوينا لحمه في العيد. اهو اهو اهو، اللهم صل على النبي. اهو هو ده. اهو تمام. طب هتتعمل ازاي دي يا عم الشيف؟ نشوف مع بعض تتعمل ازاي، بس خلونا نشيل رغيف الحواوشي من النار. اللهم صل على النبي. اهو. لا واللقمه مستويه من جوه، متحمره، واخده البصمه. ممكن يدخلوا الفرن عادي، يتسوي في الفرن عادي ويتحمص عن كده عادي، مفيش مش بس اللقمه اللي احنا بنعملها حواوشي دي يا استاذ رحاب ما تستحملش الفرن. هي اللقمه، وزي ما انا كده مغمسها لحمه، مغمسها لحمه. ادي طبق حواوشي، نغرف كمان طبق تاني على السفره. طب الكفته تعملها ازاي يا ابو غازي واحنا مع بعض كده سريعا؟ طاسه اهو، جبنا حته اللحمه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. اهو بتوصي الجزار ابن الحلال، قالوا له عايزه حته لحمه مع الدوش زي دي كده. بص على حته اللحمه الدون اللي فيها، اهي 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 بالشكل ده كده. اهو هعمل ايه؟ حته لحمه طازه وزي الفل. كل اللي انا هعمله احط عليها شويه ملح وشويه فلفل، وارفع ايدي من اي بهارات خالص. انا عايز استطعم اللحم الضان الحلو ده كده. ادي الملح وادي الفلفل للامانه، بس خلاص. واحط عليها الامانه كمان بصلايه ناعمه صغيره كده زي الفل، ومش لازم البصلايه، ميه البصل. اهو اهو شفتي؟ هو ده هو ده. اهو دي الكفته. حلو. الله حلو قوي. ومعانا فص توم محترم. اهو ونقلب دول كلهم مع بعض. نقلب اللي على النار الاول. صلي على الحبيب. دي قدميها بقى مع عيش، قدميها مع رز بسمتي، قدميها مع مكرونه سباكيتي، حسب الرغبه. نقلب كده. نقول علامه مع بعض كده واحنا شغالين. علامه حلوه، علامه حلوه. بس عايز اعمل حاجه حلوه لحضراتكم كده سريعا. ناخد حته اللحمه دي كده واحنا شغالين مع بعض. المعلومه دي مهمه جدا. ايه هي المعلومه يا عم الشيف؟ احط ايدي واصابع ايدي كده الخمسه في حته اللحمه. علمت اصابع ايدي في حته اللحمه، اعرف ان هي جاهزه ان هي تتسيخ على السيخ. لازم تاخد التبريد. اهو 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 شفت الجو ده كده؟ اهو 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 تاني. اهو شفتي؟ اهو اهو اهو. نجيب الاسياخ الخشبيه بتاعتنا. عينيا. طيب هنطلع اللحمه اللي في النار علشان نبدا احنا نسيخ مع بعض، وعلشان وقتنا كمان خلص، ومطلوب مننا ان احنا ايه نقدم الاكل بتاعنا، ونعمل زي اخواننا الكبابجيه دايما يجيب لك البقدونس والنعناع يغرف عليه اللحم. بس نصيحه مني، نحط بقدونس نحط نعناع، ده يتغسل كويس اهو زي الفل. عايزاها بالفحم، بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بتحط عليها فحم، فحمايه صغيره كده. اهو الله. كفته مشويه على السيخ.
آه. مش عايز اقول لك تاكل صوابعك وراها. حلو قوي. الف انا وشيفا ليه اللي ياكل ده؟ عايز سوا شويه؟ عايز سوا شويه، نخليه في النار شويه. تمام. ونسيخ اللحمه مع بعضينا. يلا. حلقه النهارده التفاصيل، عملنا البمبار حلو، وبعد البمبار شفت انا بعمل ايه؟ بسيخ اللحمه اهو على السيخ. شفت الحته دي الحركه دي كده اهو، تاني اهو الحركه دي كده، حته اللحمه في ايديا كده، بمسكها بايديا كده كده اهو، واحطها على السيخ كده اهو. شفت الحركه اهو؟ الحركه دي اهي اهي اهي، شفت الحركه دي مطلوبه اهي اهي، اللي هم الصباع الكبير ده مع الصباع ده كده اهو واحطها هنا. تاني مع بعض اهو، حته اللحمه كره في ايدي اهي قد البيضه اهي، وامسكها كده زي الفل تمام، عشان تبقى ايه الحجمه كلها، واجي على السيخ كده واجي حاططها في النص اهو. واجي فريتها الاول كده بايدي اهو، واقسمها بعد كده بقى، تاخد الشكل اللي حضراتكم متعودين عليه تشوفوه عند الحاتي اهو. بص ازاي اهو. وعيد الاضحى يعني لحمه مفرومه، يعني كبسه، يعني فته، يعني كفته مشويه على السيخ. سيبوني اكمل حته اللحمه الحلوه دي كده.